السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم لابوات نوار. حصة تاع اليوم اللي فيها ضيف عزيز عليا كثير، اللي هو لعب في مسقط رأسه في سور غزلان، لعب في وفاق سطيف، اتحاد العاصمة، شباب الوزداد، اتحاد بلعباس. ممكن راه تقربت لكم الصورة، نشوفوه داخل الميدان شوية منرفز، ولكن خارج الميدان قلبه أبيض وطيب كثير ويعاون الناس. ضيفي اليوم العموري جديات، الملقب ميلود. مرحبا بك ميلود. مرسي بوكو خويا عمار، شرف كبير نتواجد معكم في القناة هذه، خاصة مع خويا الكبير عميرة. هي الشرف إن شاء الله باش نفوت معك في الحصة هذه، وإن شاء الله نكونوا ضياف خفاف عليكم إن شاء الله. شرف لينا ميلود. يخليك. واش تحب نسقي لك ميلود العموري؟ واش مخفالكش عميرة، الناس اللي بروش ليا يعرفوني باسم ميلود، والناس اللي يعرفوني اطرافير لا تيلي بالك ولا لي كلوب اللي لعبت فيهم يعرفوني باسم العموري. ماشي زعما الاب خير ميلود والام خيرت ولا لا 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 والله والو، يعني بارابور يعني الاحباب اللي بروش ليا قلت لك يعرفوني باسم ميلود باسكو نمشي بهم برا، بار كونتر الناس اللي يعرفوني اطرافير لا تيلي ولا الفوتبول يسقيو لي ميلود. العموري بليطو. انت شخصيا واش تحب ميلود ولا العموري؟ ما عنديش مشكل انا عادي، ما فيش مشكل. نروحوا للاعتزال تاعك. طريقة الاعتزال كانت نظن بلي طريقة غريبة شوية، غامضة شوية. أنا واحد من الناس المعجبين تاعك، ما كنتش نستنى أنك تخرج بالطريقة هذيك، كنت حابك تزيد أكثر. على كل حال كان عندك القدرات، واش تقدر تقول لي؟ والله ما نكذبش عليك عميرة، دونك على بالك احنا كاين واحد البروفيرب بيقول لك الحاجة كي ما توليش تحبها فريمون سيرتو في يعني في الراس تاع البنادم، في الذهنيه تاعك، كي تبدا تعيا من حاجه دو بريفيرونس يعني بان لي خروج ضيق شويه. لا لا بيان سير خروج ضيق، ما يخفالكش يعني احداث كثيره وقعت لنا يعني في الموسم هذا. كنت في اتحاد بلعباس، يعني كاين احداث يعني شتها خزرت انا، قلت انسان دار كاريير مليحه والدنيا دو بريفيرونس يحبس في لاج اللي يكون فريمون الاز ويعيش حياته. اشاك فوا لو ستريس هذاك دي زونفايس مونتي انا نضربوا فلان ما كذا، دونك عييت. قلت ما لا ماذا بيا ان شاء الله. هذه الحوايج هذو اللي خلوك حتى انت تعتزل، تقدر تقول لنا دوكا واحد ما يحاسبك؟ بيان سير نو، ما نكذبش عليك، تبدل الفوتبول العميره. دونك الفوتبول ماشي كي بكري، بكري تعرف تلعب تروندي في التيران، هذاك هو صح. دونك تبدل الامور، دونك لاباج تهدر، جورناليست تهدر، ما على باليش راح الفوتبول، راح الشارم تاع الفوتبول هذاك. احنا بكري كنا تعرف تلعب تلعب. اوكي ما لازمش يكون لي زانترفونسيون عليك من الفوق. تقدر تعطيني مثال زعما مثال ولا مثالين على نعطيك اكزومبل بك؟ دي فوا كاين حوايج انتيم يكونوا في الجروب تلقاهم في لاباج تلقاهم ما بقاتش تسمى، دونك شغل ميم لا كونفيونس اترافير الجروب اللي تلعب فيها ما بقاتش. دونك تكره بالله سويت تولي شغل كيفاش؟ زيد توسع. زعما عطيت ليش اجابه صريحه. زيد توسع. واحد ما يحاسبك. نو ما كانش اللي حاسبني. ما اترافير ما في كلش اترافير ميم لي بريزيدون تبدلوا الناس تبدلت ولاو دي ماناجير، بريزيدون ماناجير، جورناليست ماناجير. دونك تبدلت الامور فاهم، لازم تكون عقليتك كي عقليتهم باش فريمون تكون توجور. ما نقدروا نقولوا الجو المتعفن في الكره الجزائريه. متعفن بزاف اون بليس دو سا، ميم دي فوا تحس روحك باللي بالك تقول انا بالك اللي راني غريب. دونك انا ما نكذبش عليك عمار، انا الحاجه هضرتها انت ديجا فتني ليها، انا صارت عندي كاركتير شويه في الفوتبول شويه منرفز مقلق، في التيران شويه هكذاك. دونك وشوي كلارينات. دونك انا نحب صراحه عمار، دونك حاجه نقولها لك هكا في وجهك ميو كي في ظهرك. مي كاين بعض الناس ما يتقبلوش الحقيقه هذيك، تولي تبان لهم انت يا قبيح دير المشاكل دير الفتنه. دونك ايش دير؟ دي فوا تولي تشك في روحك تقول بالك انا اللي مانيش مليح بارابول للناس هذوما. اتهامات هذو اللي خلوك جوستومون تكره اشاك فوا كي تصلح حاجه جديات لازم يكون فيها. وين العاب تاع ميرا نتحداك ما تعرف في الميليو تعرف ابيبري وين تروح او يدير هكذا دي فوا حاجه وجعاتك بزاف. بيان سير كي توجعك دي فوا حوايج عيانين يديرهم فيك. شكون هي اللي وجعاتك بزاف وخلاتك تخمم ولا توصل انك تعتزل الطريقه هذيك؟ ما نكذبش عليك دي فوا قلت لك انا لحقت نحكي لك الخرا في بلعباس. بلعباس لحقت درجه وين لقى لونترينر زعفان مني. علاه؟
سوا ديزون كوم سي هضره فيا بلي كوم سي انايا لي فريمون راني ندخل روحي في ليكيب. كون كان المدرب هذاك كان بالمناسبه الشيخ بوعكاز كان هذا نحييه بالمناسبه، يعني ريان ادير انسان وليد فاميليا وخدام. مي لحقت واحد لي مومون شغل يديروا لي دي بروبليم اترافير هادو لي باج وهادو الناس دونك تسمع لونتوراج هو اللي دونك دي فوا كيما هنا في الجزائر تولي تنوض الصباح تقول لهم واش راهم يحكيو عليا واش كان جديد عليا. صح دونك تالمون تكون لونتوراج تاع الفن ولا يوصلوا حكايات عليك مغلوطه فوالا عييك. ودي فوا انسان اللي يكون فريمون يكون عنده دي برانسيب وكذا. ما انا ما نكذبش عليك حبيت نحبس الفوتبول شغل ماشي لازم نطبع قال يعني كبر هذا لازم نطبعوه باش يفوت. حبيت نخرج على اوتا مي ما تمنيتهاش هكاك، تمنيتها تسماك شغل كي تخرج تخرج بحاجه بيا. الحمد لله على كل حال دونك دو فاصون الواحد قانع بلا كارير اللي دار هذاك هو صح. معليش نرجعوا شكون الحاجه اللي نقدروا ناسوا عليها انك حبست على جالها ولا نضريت منها في بلعباس لانك حبست في بلعباس. بالك حاجه اللي خلاتك تما تخمم في الاعتزال؟ نو سي با بلعباس ما نكذبش عليك دونك انا شوف باش نقاطعك برك انا في من كنت عام قبل في سي ار بي هذاك العام حسيت بلي في فان سيزون بلي كنت قادر ماكش قادر تزيد اكثر. بعد كي شفتك رحت لعباس فرحت عرفت بلي مازال عندك لون في كل شيء. فري عميرة شوف سي رضا مالك اللي نحييه بالمناسبه اللي كان كوريكت معايا سنيت كونترا دو دوزون في سي ار بي مي با لي بروبليم اللي صراو لي تما وكلش شغل بديت نكره في لا فان لا بروف ما لعبت واحد 8 ماتش الخلانيين ولا ما قدرتش. في لا فان سيزون تفاهمنا بلي نروح قلت له انا مانيش قادر نمد لك لو بليس في ليكيب هادي باسكو مانيش معاك دونك نقعد ندي دراهم وانت ما تستفادش مني سي با لوجيك. فوالا خممت انا باش فريمون نبدل الكلوب ما خممتش باش نحبس تما. نفكرك برك باش نقاطعك نفكرك بلي كي كنت راح سي ار بي كنا تكلمنا وعيطت لي وقلت لي واش الفريق تاع سي ار بي الامور تاعو وكلش بلي عطيتك امور اللي بالك لقيتها ما لازمش تدخل في الصراعات خاصه ما بين الانصار ما بين اللاعبين. نظن بلي درت عام في المستوى انا شفت مقابلات اللي كنت في المستوى كنت حابك تزيد اكثر في سي ار بي لكن واش راك تحكي لي في لافا نظن بلي يوجع وحتى الناس اللي ممكن راهم يتفرجوا فينا ويشاهدونا ممكن يوجعهم. شوف عميره ما نكذبش عليك انا بارمي لي جوا اللي نحب انسان اللي كبير عليك وفات عليك لازم تدي من عنده باسكو قد ما رانا نعيشو قد ما الواحد يتعلم. صح دونك انا كلمتك قبل ما نروح السيارة عطيت لي واش عطيت لي انت فريمون سيتني فيتيهم مي دي فوا الله غالب عميرة. صح دي فوا الناس يحتموك باش فريمون وصالي مشكل مع الانصار ومن بعد الحق عاودنا ولينا وكلش مي با لا سويت بديت نشوف في امور غريبه دونك كنت اولى في طيب. شباب الوزاد وتعرف كاين امور غريبه يقدرش واحد اللي فريمون يكون عنده دي برانسيب يفوت عليهم. واحدة مثلا من الامور الغريبة دي تريك ديجا ما تعرفش مع من تحكي في الكلوب ناس كامل تحكم ناس كامل عندهم جوار بريفيري دونك لا علينا. خممت انا باش نروح اميره جاب ربي انا في بلعباس هادي ما نكذبش عليك ما كنتش دايرها ونحييهم بالمناسبة باسكو فوتيناني الحمد لله ناس مكرمين ورفدونا والحق تاع ربي الواحد ما ينساش. لما بالله سميت عميرة بديت نتعب. علاش بديت نتعب؟ باسكو شفت دوكا شفت ماتش في عين الفكرون وين صرا اونفايسومون دو تيرا فريمون خفت باسكو انا صراو لي افون. صح وشنو افون شغل لي جون كي تكون جون صغير الدنيا مازالت هذيك الحراره فيك شغل على بالك شو ما تخافش اين فوا الواحد يدير فامي يدير ولاد والدنيا تولي ما تخممش لروحك تخمم ليا. صح دونك خفت عميرة سيتي لا بريمير فوا اللي خفت تاع الصح قعدت ندعي في ربي في الفيستال قلت يا ربي ان شاء الله اكون خلصت على خير العام الجاي ما نزيدش نلعب. وسي فري هكذا خممت عميره والله هذه الحاجه الاولى اللي دفعتني باش يلا دوزيام زاد صرات لي في بلعباس نلعبوا ماتش مع بجايه جي اس ام بي لازم نربحوا الماتش هذاك سينو اي با الماتش هذاك 0-0 حتى نقرب لافا بليتون 1-1 في لافا اون اكسيون تاع جي اس ام بي باش يماركونا لو دوزيام بيت يما صمت كبير طاح في السطاد فريمون على بالي بلي هذاك الماتش كون فريمون ما ربحناش تكون كارثه كارثه. في لافا ماركينا سي البيناتي ماركاها مكحوت ربحنا دوها تما عرفت بلي وليت نخاف قلت سي بون هذا الموسم الاخير تاع
هذه هي لي ريزون لي فريمون خلوني نحبس في الدوم. حتى والسن كنت قادر تزيد السن درك ما نكذبش عليك الحمد لله يا ربي ميم لي جيان دو في تاعي الحمد لله نقدر نزيد نلعب قدام يا اذا ما خلاص لا ما حتى من ناحية التقنية انا نحكيك من ناحية التقنية تقدر تزيد كنت قادر تزيد على الاقل عامين ثلاث سنين جوستومون كنت نقدر نزيد عميرة وانما الانسان دي فوا يقول لك صحتك افون تو باسكو الفوتبول اللي تولي تخافو وتخاف فيه دونك ما بقاش يوليش بليزير يوليك شغل راك دير في روحك للكور فيه صح دونك الحمد لله الواحد يرضى واش فوتنا لعبنا دي مومون وين كان الفوتبول حلو والدنيا مام كانوا دي فوا مشاكل بصح ما ماشي وين وصل دوكا تقدر تفوتهم مشاكل تقدر تفوتهم وما تخافش كيما دوكا فالكونتر دوكا تخاف الحاجه اللي ندمت عليها في لاكارير تاعك في الفرق اللي لعبت من صور الغزلان نهايتها في بلعباس الحاجه اللي ندمت عليها في حياتي كما رحت لا كانوا عندي دي كونتاكت ملي كنت في بالادو ما رحتش الاسباب الاسباب دارين بارادو باسكو بارادو رحت شوف نذكروا باللي رحت لك هذه عمو صغير نحكي لك هذه باش احنا الاسباب تاعنا بكري المعيشه ماشي كيما درك كي نقولوا بكري ماشي بكري لازم أنا كان عندي الوالد ربي يرحمه انا كنت متعلق به بزاف الله يرحمه ايبا كنت كي جيت نسني في بارادو ايبا سنيت باش قلت له بلي سنيت نحكي لك لاكوز علاش باسكو كي نجي خارج يقول لي دعوه الشر كنت راح ايماجين دعوه الشر كنت راح احنا عندنا هذه عندهم هذو تاع بكري مغروزه فيها مام هنا تزاير بلادنا كامل بصح تما يحبك قدامه دونك بريميير اني كي كنت رايح قدا لي دعوه الشر ريحت تما بزماني باش ندير واش ندير درت الحيله سنيت في بارادو وليت قلت له بابا انا سي بون سنيت درك علاه دير لي دعوه الشر انا دوك سي بون سنيت وكل شيء صح هي دي بون قال لي تربح هذه هي لاكوز بار كونتر شغل لي كونتاكت اللي كانوا عندي مام لو نيفو تاعي كي كنت قادر نبروغريسي بالك ميوك هذه الحاجه الوحيده اللي ندمت عليها في لاكارير تاعي صح نشوف واحد الفوتو تاع لا فيولونس نشوفك انا بالدم هذا واش من ماتش تذكر ما تذكرش هذه مع اتحاد الحراش في بولوغي ربحناهم ثلاثه اش راه واش ضربك هكذا هذه ما نكذبش عليك كاين دو جوار تاع الحراش مي شكون فيهم شي با كاين بخته وكاين عباشة واحد فيهم ضربني بحفصه بحاجه مي شي با شكون فيهم نكذبش عليك اش ضربوك ما نعرف لا حجره ولا حاجه في يده مهم حسيت بالنغزه هذه في راسي جوار فيها ما كاين بزاف الناس عم بالهم والحجره من كانت ما على باليش باسكو كاين غاشي بزاف الحراش كان سطا ديجا بلان تاع الاخر مهم عفسه حسيتها في راسي مي شنو كاين جوار بويسك ما جاتنيش من الفوق ولا دونك ما كان رفده في يده هذا جوار ولا جوستومون عفسه في يده ما باسكو حنا ربحنا 3-0 الماتش حراش انا نقول لك كانت عندي هالماتش هذه الحاجه جوستومون نو باسكو خلوطه كانت خلوطه في 3 بيت تخلطت شويه الامور صح دونك بور مو هذه موفيز سيفينير هذه يشوفوك الوالدين الزوجه ولا الاولاد ولا على كل حال الاولاد ممكن ما كانوش بون الاولاد ما شافوهاش الوالدين راك تعرف توجو الوالدين يقولوا لك حبس ولازم تحبس فوتبول وهذا في اخر الله غالب دوك عميرة دوك كاين امور اولويات دوك هذه هي خبزتي انا ما نكذبش عليك وانا شوي با مانيش من فاميليا قال فاميليا ريش ولا مرفعين وكذا دونك حط ما عليا باش نخدم على داركم تخدم عليهم في اوبليجي باش تكمل لاكارير تاعك هما الوالدين ما يفهموش هما الوالدين كيشوفوك نضريتي ما نكذبش عليك انا والديا ما نكذبش عليك واش راح نقول لك دوك واش دير تسيك شغل تسيي تقنعهم بلاتي هي احسن لا غالب وهذا هو الفوتبول لي ريسك دو ميتي وكذا مي كي تشوف دي زيماج كيما هادو وبالمناسبه هذا التريكو هذا مازال عند واحد صاحبي هذا التريكو بالدم تاعو مازال مخبي عند واحد صاحبي هذا لو بيل هذا ما شاء الله على حال دوكا نلونسي واحد الفيديو ما شاء الله من بريزيدون بالك تحبوا وتقادروا بزاف نسمعوه اللاعب هذا شفناه اول مره في منافسه كاس الجمهوريه هو كان يلعب في صفوف صور الغزلان وشفنا يعني لاعب يتالق ب يعني امكانيات كبيره ولهذا يعني عرضنا عليه باش يجي يلعب عندنا في النادي نتاعنا والشيء اللي فعله سنه من بعد والحمد لله يعني ما عندنا الا يعني كما نقولوا احنا دو تري تري بون سوفينير مع اللاعب هذا كسا سوا من ناحيه الاحترافيه نتاعو
je reconnais en lui un grand professionnel ولد اللي يعمل الكثير وشفنا كيفاش يعني المستوى نتاعو ارتفع يعني في السنوات اللي لعبها سواء في النادي نتاعنا وحتى في الأندية اللي لعب فيها من بعد سواء وفاق سطيف ولا اتحاد العاصمة وشفنا بأن أنا أظن بأن الشيء يعني اللي بتات نقدروا on peut le regretter اللي ما دارش يعني une grande carrière كما نقولوا احنا في الفريق الوطني. شرف كبير انه رئيس الفيدرالية ورئيسك السابق يتكلم عليك بالطريقة هذه. شوف عميرة ما نكذبش عليك، انا هذا ما نعتبروني رئيس فيدرالية اني رئيس فريق، انا هذا نعتبره اخ كبير ليا. اش العلاقة اللي كنت مبنية معه؟ والله ما هيش كرئيس فريق، نحترمه كثير وكنت اعمل معه كاخ. لا بروف نعيط له باسمه اليومين هذا، نعيط له باسمه. دونك شرف كبير ليا ياسر، شخصية كما الشيخ ديدين نظن باللي ما شفت منهم غير الخير انا فاني، ولحد الان نحترمه وقلت لك دائما نعتبره كاخ كبير. شحال لعبت في بارادو المتر؟ اربع سنوات. كانت اربع سنوات مستوى كبير. مستوى والفريق حتى وكنا في القسم الثاني كان يعني فريق محترف باتم معنى الكلمه. الذكرى المليحه اللي تقدر نجبدوها من اربع سنين هذيك في بارادو؟ سوفونير شباب. لاكسيسيون تاعنا بريمير ديفيزيون. أول مرة مع فريق يلعب في القسم الأول وتكون أنت يعني يكون لك شرف باش يعني تكون من الأسماء اللي داروا يعني الإنجاز هذاك، نظن هذيك هي الحاجة اللي يعني اللي ممتازة لي. وأسوأ ذكرى؟ أسوأ ذكرى السقوط نتاعنا يعني بعد ما سقطنا رحنا تسمى تنقلت لوفاق سطيف. هذيك أسوأ ذكرى يعني كنت متمنى يعني نروح ونخلي الفريق يعني في القسم الأول. هذيك ذكرى ما كناش يعني نستحقوا، كانت عندنا فريق يعني في المستوى ولكن الموسم هذاك فتنا يعني أكوتي شوية وسقطنا للقسم الثاني. نقدروا نشوفوا أسوأ ذكرى على لسان بلسان رئيس الفيدرالية؟ Pour l'anecdote, la seule chose que je peux yani raconter, c'est que la première fois les Ken Habi yemchi fiha le gadar le fariq nta3na, ana ya rafadt lo hada el talab nta3u w nchfa belli hadak el nhar ila yani bka. بكام مي باسكو انا قلت له باللي ما كانش واجد يعني باش يغادر الفريق ولهذا يعني قلت له تزيد تكمل عام ومن بعد تغادر الفريق. Il a écouté et je me rappelle yani, le jour où on l'a transféré l'Wifaq Sطيف يعني وبعد الموسم الكبير اللي داروا في السنه الاولى نتاعو يعني الى ريكوني باللي لو كونسي كو جو لي افي دوني يعني ايتي كان حاجه مليحه ليه لان يعني بيتيتر كون مشى سنه من قبل ما كانش يعني يدير يعني كيما نقولوا حنا لا كارير اللي دارها. دونك انا نقول بان يعني العموري جديه تان جوور اكزومبلير يعني كي ماركي كسوا ليستوار تاع الفريق نتاعنا وحتى الفرق اللي لعب فيها. جيسبر ان شاء الله يكون قدوه للاعبين الصغار ولما لا يعني لاعبين مثل هذو يعني يمشي ويبدا مثلا يعني لي ديبلوم نتاعو باش يولي يعني مدرب لان يقدر يمد الكثير لل يعني الاجيال القادمه. ونتمنى ان شاء الله يكون لاباس ويكون يعني بخير ان شاء الله هو والاسره نتاعو. ميلوتكم مازالك تلعب اوكي ديكليك بيرسونال نو سي فري هذه واش هو يحكي. شكرك بزاف ما شاء الله. ما شاء الله وشرف كبير لي يا عميره وهذه واش هو يحكي سي فري صح عنده الحق. انا بيون سير علاش قلت لك انا نعتبره كاخ بعد ما حبيت نغادر انا هو اللي يعني فريمون كنت في نهايه العقد نتاعي وكزيجالي باللي مازالني وصح سي فري واش هو يهضر لك بالك كون رحت عام افون بالك ما نديرش لاكاريير اللي درتها باسكو صح ما كنتش واجد بالك ماشي غير الفوتبول برك. حكينا النهار اللي بكيت نظن بلي هذه اسوء ذكرى. نو ماشي اسوء ذكرى الكونترير عميره بالك انا نشوفها نشوفها من الحاجه بوزيتيف. ما حكركش ولا حاجه. نو جامي الكونترير عميره راني نهضر لك انا تعرفني سنسال الحاجه اللي في قلبي نحكيها لك. كون حسيت معاه بالظلم نقول لك الكونترير كونسياني كيما خو صغير قال لي فوالا مازال ما وجدتش وكذا وصح سي فري زدت عام هذاك والعام اللي موراه رحت.
كي رحت فريمون كنت باسكو باش تروح تلعب في وفاق سطيف تلقى دينو كيما سليمان راحو كيما يخلف محمد حاج عيسى زيايا المشية سي دينو دونك لازم تكون واجد ماشي غير فوتبول كمان في مخك تكون واجد باش فريمون هذا ما عنده الحق نورمالمون ما تبكيش كي بكيت ماشي كيف كيف عميره دوك انا واحده وميره وكبر وكذا وكذا مي بار كونتر تما كان عندي 24 ولا الواحد توجور تشوف كيب كبيره ودنيا ماذا بك ثمثمت مي با لا سويت عرفت بلي فريمون مي جامي الحمد لله والله توجور نتكلم عليهم في الخير بويسك الخير تاعو هو وخو حسن فريمون يقعد فوق راسي ما شاء الله أنا. شوفوا الفوتو هذه قبل ما نروحوا للفوتو قال لك تقدر دير لي ديبلوم تاعك وتولي مدرب نظن بلي شاف فيك المقومات باش تقدر تكون مدرب في المستقبل هو ستان كونيسور دو فوتبول لذلك راه نظن بلي يبعث لك في ميساج ديريكت وانديريكت ما شاف فيك المقومات انت واش راك تشوف بون ما نكذبش عليك انا عمر بور لو مومون ما نكذبش عليك مانيش نخمم كاع ندخل عالم تدريب ما نكذبش عليك صراحه نو يعني مانيش واجد يعني في راسي باش ندخل عالم تدريب وإنما هو بارابور يعني لي سيزون اللي فوتهم عنده شافني يعني خدام على روحي فريمون شوي ديسيبليني في كلش دونك سا سبي بالك هذيك واش راك تخمم دوكا دير؟ بور لو مومون مازال بالك تيلمو تعبت بزاف من الفوتبول راني نخمم نروبوزي شويه بار لا سويت ما تقدرش تعرف واش يكون كيفاش راك تفوت وقتك اليومي؟ انا نمشي عليك والله بوكو بليس في مع العائله تاعي فريمون تيلمو تعرف عميره الفاك لعبت فوتبول سمحنا فيهم شويه سمحنا فيهم بزاف ماشي شويه ديجا عندي بنتي عندها 9 في عمرها ما شاء الله هذيك ما حسيتلهاش ميم با كيفاش كبرت عميره دونك الواحد ماذا به بروفيتي لو ماكسيموم مع العائله تاعو خاصه حنا بالك لعبنا كوب دافريك و جوستومون دي فوا تقعد شهرين ثلاثه ما تشوفهم شهر ايام من بعد تروح مش عارف الجروب مو في فرنسا ومن بعد تروح لافريك هذيك دائما بعيد على العائله بعيد على العائله كي تواصل معهم بالهاتف ديجا ماشي كيف عميره ماشي كيما تكون سير بلاس دونك هذه هي بلاس ماك تعوض دركا كيما رانا نعوضوا كاع انا بروفيتي الماكسيموم ما نكذبش عليك عميره تريح تديهم الصباح المسير انا هي اللي نوض نقرا معاهم ونجيبهم عشيه وكلش ابار كيما نكونش انا الله غالب وانت وين كنت تفخر في لي ماتير في القرايه سيرتو في القرايه شويه عميره ما نكذبش عليك شويه قريهم والو ولا يماهم كثر خيرهم هي اللي راهي تبعتهم تتفوتهم بعد ما يكذبش انا قاع كيف انا قاع كيف احلى يا شري لبس الدنيا حوس بصح حاجه واحده اخرى معهم الحمد لله ما شاء الله ربي يعيشهم لك ان شاء الله اللهم امين ان شاء الله نروحوا فوتو لا فوتو هذه تاع هذه مع وفاق سطيف انا نشوفوا حاجه عيسى نشوف فيها مباراه كوب دالجيري 2010 ايكيب متكامله اه فوالا هذاك حيماني هذاك نبي ربي يرحمه الله يرحمه ويوسع عليه بن شعيره وعزة حاج عيسى كنت قريب من حيماني كان ربي يرحمه كان خويا كان يقعد معايا تسمى يبات معايا في شومبرا لي سيزون اللي لعبتهم في ستيف كان معايا كان بروش بزاف ليا حكي لنا كيفاش كي النهار الاول سمعت الوفاة تاعو على كل حال تأثرنا كاع انتم قراب ليه بزاف ما نكذبش عليك عميرة انا كاين حاجة اللي فريمون نكذبش نقولوا المكتوب ندمت عليها يا في نهار اللي مات ربي يرحمه الله يرحمه نهار اللي مات عيط لي بليطو انا عيط له الصباح من بعد عاود عيط لي برسك قبل بالك ما يموت بواحد دزال ولا طروازال عيط لي في التليفون كي لقى لابيل عاود لي العشيه دونك حنا كانت كوب دي موند راح تبدا دونك انا قلت ما نهضرش معاه باسكو هو يهضر بزاف تليفون الله يرحمه يهضر ويحب يقصر ويشدك بالهضره وانا كنت برا قلت انا باش نتمتم بروفيتي وندخل للدار باش من بعد نقصر معاه الاز باسكو كنا نحكيو برسك اللي نقول لك توجور نحكي معاه دخلت للدار كي دخلت للدار عيط لي واحد قال لي ودي واقيلا نبيل طاح لعبت لي كيفاش نبيل طاح قال لي طاح انا في بالي طاح واحد طاح كش ما بيه جيست مورا نص ساعة عيط لي قال لي ما نكذبش عليك ربي يرحمه ما متأمنهاش ميرا بعد طلعت كي طلعت لقيته مات سبحان الله تأثرت هذيك الحاجة اللي بيون سير كتأثر صدمة عليك صدمة عليك صدمة كبيرة و ان شاء الله ربي يجعله من اهل الجنة ان شاء الله هما اللي ماتوا دونك والله غير سيتي بارت ما نكذبش عليك باسكو انسان طيب وقلبه مليح وجميع اللي يعرفوه ما يعرفوش عليه حاجه يعرفوه غير بالضحكه تاعو بالقصه تاعو ماهوش انسان اللي يأذي مام با ميلود انت كنت قريب ليه ممكن بالك عندك معلومات على الموت تاعو كيفاش ممكن الطيحه تاعو اسكو كانت كاين الناس يقولوا كانت مقصوده كاين الناس يقولوا ما كانتش مقصوده انا على كل حال احنا نسمعوا الرايين ما ندوش راي واحد فقط باش ننوروا الناس لازم نهضروا على الرايين فاميرا ما نكذبش عليك
دونك انا دابري مو ما نقدرش نشوف انا واحد ما عنده حتى رونكين مع واحد. انا بور مو خمامي سيرتو هو اون بليس دو صح حاجه كيما هذه ما تقدرش. كان يعني قلت لك عيطوا لي في التليفون قالوا لي احمد تقدرش. احنا دوك البروبليم تاعنا احنا كل انسان يهضر دي فوا ناس تلقى ما على بالوش ما باوش كاين يقول لك انا سي بون شغل يكونفيرمي لك شغل كان حاضر ماشي حاجه سهله هذه عمير صح هذه موت فهمني هذه موت وماشي حاجه سهله يا تتهم ناس ولا تخلي لافير تفوت هكذاك. احنا لا فريمون ناس اداوه ان شاء الله ربي يخلصهم في الدنيا قبل الاخره. انا واحد من الناس هذا راه اخرينا الانسان يلحق باش نفس كيما هذه داكش ما يدير لها المال. انا نتمنى ندعي له من قلبي ان شاء الله يخلص في الدنيا قبل الاخره. ولا كانت هضره برك الله يجعل ربي يهدينا ويهدي الناس هذوما ان شاء الله اجمعين. روحوا هذه معي اتحاد العاصمه. هذه اتحاد العاصمه هذه العام تاع الدوبلي تاع الدوبلي بطل الدوري وهذيك لاكوب ديك لاكوب دالجيري هذه لا ما ديناش هذه سوبر كوب شكروا باسكو دينا شامبيون مع السوبر كوب ودينا كوبا لا مع لاكوب دالجيري دونك هذه سيرمون سوبر كوب. بون هادو شو راه معروفين شكون شو ابار بون قاسم احمد زينو فرحات اللي نتمنوا له ان شاء الله ربي يوفقوا امين ان شاء الله. خوالد فاني ربي يوفقوا فاني وراه في السعوديه. هذاك منصوري بدبود ابراهيم هذاك جون رابطي اللي راه في بليده ايه رابطي هذاك جون وهذاك كودري حمزه الاخر مالك زيايا. فريق متكامل الحق نو كانت عندنا ارماده من اللاعبين ما شاء الله يعني فريق كان دي جوار دو فالور ما تقدرش ريال مدير راك تشوف هكذا تفهم عمير سي دي جوار اللي خلقوا في الفوتبول ماشي قال دي جوار هكذا فات سي سير انا لعبت تقريبا معاهم ولا كونترا ليهم بس كيما انت لعبت معاهم براسك بالك ما لحقتش بفرحات زينو كان صغير بالك ما رابطي هذا اللي كان صغير ما لحقوش بك عميره صح لا بروف الاخرين كامل تقريبا كودري وبدبوده صغار مي يلعبوا كانوا دي جان يلعبوا كيما زيايا واحمد وكذا نشوفوا اونترينر زكري وي كان عندك مشكل معاه نظن سمعنا بلي كان عندك مشكل معاه ممكن توضح لنا الامور والله نوضح لك عميره كان عندي مشكل معاه بصح اليوم من هذا المشكل وشنو هو ما على باليش والله سنسال معمر كنا في صرب بروبليم بيني وبينه بروبليم تاع فلونتينمون ولا فلونتينمون انا قلت لك انا عندي كاركتير شويه في الفوتبول ما نحبش نقعد في البون ما نحبش نتبدل اوتوماتيكمون عميره تحب ولا تكره جوا اللي ما يكونش عنده فريمون هذيك الغيره تاع نحب نكون انا توجور روطو ترانا هذيك ترانا ما تحبش تكون انت تسمى انا نلعب نعرف نلعب بالون لازم نكون توجور بيان دونك هذه اوتوماتيكمون لا ما كانتش عندك الغيره هذيك بدات من هاد الحوايج بون بدات هكذا مي بالك ما فهمتش اليوم انا هذا ما فهمتش باسكو علاش هذا يقول لك ديفو بروبليم اون بليس دو سا بالك البروبليم كومينيكاسيون ما كانتش بيناتنا ديجا ما قعدناش ما هضرناش ممكن المشكل دا اكثر من الحجم تاعو سي دا اكثر من حقه عميره كون جا كاين مشكل باين نقول لك باللي كان مشكل كبير بيني وبينه وكذا ما كانش دونك صارت هذيك البانيكا بعد ابريل ابري كي جيت انا من لي فاكونس كنت انا فاكونس وكنت سي كونترا في لا ديوري كانت قليله عمير هو انا حاوهم ليكيب وانا قعدت مانتوني في الفريق دونك هو قال لهم بلي سوا ديزون اكوز جديات اللي هو على جالو اللي حاوزوني الدنيا دونك هو تعرف كي يحطوا واحد فيزي هكا صرا وليدي بروبليم في لحقت في لونطريمون ما قدرتش نكمل لونطريمون واحد لي زانسيلت واحد السبان عميره تسمى ملي سيبورتور لي سيبورتور واحد السبان قلت انا كريمينا لا سي بوان ما نقدرش دخلت كنا في رمضان دخلت صليت استخاره يا ربي وري لي طريق لي فريمون رفدت كابتي وخرجت راني نحكي لك حاجه رفدت كابتي صليت زوج ركعات رفدت كابتي وخرجت وقعدت نسال 700 مليون في الصيف كانوا عندي دي شاك غارونتي عندي امير عيط للحكم قلت له فوالا انا ما نقدرش في ليكيب تاعك امبوسيبل وروحت ولا دانيال جور كيما يقول لك لا دانيال جور ني عميره سنيت في شلف لو ديرني جور لو 27 اوت لا سيناتور كانت لو 28 تحبس لو 27 اوت بالمناسبه هذه نحيي مدور لو سيل بريزيدون باش تفهم لو سيل بريزيدون اللي قاعد مورايا حتى الله دير المينيت راك تعرف لي بريزيدون تاعنا في المومون ديفيسيل صحيح يزير عليك ماشي يزير عليك ما يحوش عليك قاعد يديك نهضروا لا لوجيك عميرة تبقى ان جورني دو لا فام ني سينيور يعني بالوش بيك وما دار بيه في يدو مع بار مدور نحييه بالمناسبه حيوه مدور سي ان كونيسور دو فوتبول باش نفهمك انسان يعرف فوتبول ارواح سنيت
الاولى كتعرف من الصيف تروح تلعب في شليف باسكو شليف كانوا يلعبوا غير المانتيا وقلت شغل تكون شويه ميرا شغل صح تيزيتي شويه لا فيريتي صح مي فوا كي رحت فريمون فوتين اني بالك فارمي لي ميور زاني اللي فوتهم في الفوتبول الصيف لي شاكلي كانوا عندك خلصتهم ما خلصتهم؟ لا رجعتهم رجعتهم باسكو كان لوجيك معايا عميرة لا لوجيك صح سمحت فيهم ورا انا شوي كلارينات باسكو انا مادام انسان هو شرا لي ديجا لا ليبراسيون تاعي 1 مليار من بارادو دونك سي با لوجيك انا نروح ونزيد ندير لي شاك نخلصهم دونك كانت الكلمه بيناتنا 700 مليون 700 سمحت فيها وي ورحت باسكو تفهمنا والكلمه هي صح عميرة باسكو دي فوا حاجه تديها ماشي تاعك سي با لوجيك نعرفك تاكل لا الحمد لله الحمد لله من هذا الجانب الحمد لله الحمد لله وشلف عام عام ممتاز جدا شوف عميرة اول بطولة اول بطولة محترف شوف فوتنا ايناني اكسترا اوردينار ما ينساوهاش بالك ناس شلف اللي نحييهم بالمناسبة فاني يرفدونا فوق ليصانهم ناس طيبين ناس يعني يعرفوا صح كرة القدم كانت عندنا يعني مجموعة مكتملة صح كان زاوي سامير زازو كان عبد السلام شريف كان سوداني كان فريق تاع بطولة كان سوداني فريق تاع بطولة كان مسعود كان زاوج هذاك جوار تاعهم كان غارديان بيد غانم صح كان ملولي فريد ملولي سوبر سي اون ايكيب كومبليت ماشي انا بون بالك سي جورني لا فان ولا كنا هاربين ب 14 بوان ولا 13 بوان كنا نلعبوا رايحين تسمى وكنا نتمتعوا ترجع تشوف شويه لي ماتش عميره فوتبول حي كنا براتيك واحد الفوتبول كاش هذه نلعبوا فوتبول حتى المدرب اغيل فوالا اغيل وبن شويه بن شويه ربي يذكرهم بالخير فوتنا ايناني شوف هاي ليكيب كان غربي كان صغير غربي كان صغير فعل معنا صح تقدر تسميهم من دون دونك اغلبهم نعرفهم هذا قائد كتيبه تاع عم درمان هذاك باين معروف كاين غربي هذا قدامي كاين سوغر كاين ملولي كاين هذا العيد دوزام غارديان تاعهم تاع شلف اسمه العيد هذاك هلال سوداني مسعود مسعود هذاك زاوش وهذاك شريف عبد السلام وزازو سامير ما لعبش غانم هنا ما لعبش غانم وكان مام في في البوندوت واش كانوا دي جوا كان كيما حاجي هذاك وكان معك في ليسما كان كريم حاجي كانوا دي جوا تسلا فوالا كانت ايكيب ما شاء الله يعني غير كان حابي على كل حال يدير لك فيديو ليك لكن كي تكلمنا معاه قلنا باللي ميلود كون يلعب سير كوتي غوش كوم ايدي غوش تقريبا يكون عنده المستوى اكثر ومردود اكثر واش تحب تقول لنا بون ما نكذبش عليك عميره هذه بوكو بليس كنت نلعب في الكوتي علاش باسكو لا فورس تاعي كوتي دروا صح دونك بوكو بليس تعرف مي انا شوي با ندريبلر كيما نتاع عميره ولا انا بوكو بليس نلعب لي باس لي باس مي لي باس فوالا بون لي باس لازم لي نلعب بريسك ليبيري في النص صح معايا بون في الكولوار بالك عميره انت بالك تزيري بلال سي دي جوال اللي يدريبلو يلعبوا دريبل انا مانيش تاع دريبل تاع جوست تحكم باس ولا كذا بالك دريبل من بعيد ماشي تكنيسيان سي بوا كيما انتوما اللي فريمون قال كنت تايل من دونك نحب انا نلعب في ليسباس او ميليو دونك هما كاين ناس يشوفوني هكذاك مي نحترم رايو تو فاسون هو راه بالك ميو كو لا فيزيون تاعو بارابول كنت مينور نيميرو 1 ومسعود نيميرو 2 بالك مسعود بليس فينيسر نو عميره باش الناس تفهم انا لعبت مع الحاج عيسى ومسعود انا برسك هذوما انا البوست ان فري مونور بار كونط اللي بيريهم هما كي هو كي الحاج عيسى باسكو هما حاج عيسى ومسعود برسك ان دوزيام افون سونتر صح نافيد مين فوالا نافيد مين انا دونك نلعب نجيب ريكيبيرين لي با نعطيهم دي باس نعطيهم في لي بون كونديسيون باش يكونوا الاز بيان سور دونك سي بور سا لي ريوسينا سوا مع مسعود ولا مع الحاج دونك نحييهم سي دي غون جوار في الزوج دو فاسون مي هذا البوست اللي كنت نلعبو سوا في الصيف ولا في الشلف كان واحد حبيت يتكلم معك بعث لك فيديو وكان فرحان بزاف انه راح تهضر معايا ممكن نسمعوه ونشوفوه واش حبيب السلام عليكم خويا ميلود جيسبر راك مليح بيبي على بالي بلي راك مليح خويا على بالي باسكو صافي تروا كان نجي رحنا نحكو واني دائما نستنى فيك في زاكرب قلت لك يعني نجي ما جيت ما والو يا خويا واش حبيت نقول لك بغيت نقول لك يا صاحبي في بليزير اللي وين لعبت معاك عام وين فوتنا درنا عام شباب انا وياك وكامل ليكيب صراحة نظن باللي هذو اليامات ماشي كيجي لعاود يرجعوا هذو على بالي بلي سي فوتنا دي مومون انوبليابل يا خويا اش بغيت نقول لك بارك الله فيك على كلش انت راك نعم الناس اخلاق في كلش الحمد لله خليت بلاصتك نقيه في شلف قايب غوك
الحمد لله لا بروف لي جوسكا ماتنا انا وياك مازلنا توجور اون كونتاكت سي فريمون ان بليزير. برك بغيت نقول لك لازم تحكي لهم على ستاج اللي فوتنا في المروك هذه لازم تحكي عليها هذه العام اللي دينا فيه شامبيون هذه لازم تحكي عليها هكذا خويا يا خويا تهلا في روحك بزاف بزاف وسلم على العائله الكريمه وما ننساش ثاني عمار اللي نحيوه بالمناسبه اللي نتمنوا له حظ موفق ان شاء الله في المهنه تاعو الجديده ان شاء الله والسلام عليكم وعلى بروش ان شاء الله. نحيوه الى السوداني الحق كان فرح بزاف كي سمع بلي راك جاي عندي وحب يوصل لك هذه لا فيديو مام حتى كان الوقت عنده ضيق شويه لكن حب يوصل لك هذا فاميرا ستان بليزير جوال كيما هكذا تلعب معاها ستان كيما يقول لك جوال اللي فريمون الحمد لله يا ربي انا راني فرحان بزاف باسكو بروغريسا وكاين بزاف اللي ما يعرفوش باللي الفوتبول فيه دعوي الخير فوتبول ماشي غير فوتبول برك انا هذا نشهد له شهاده تاع يعني خير دونك نشكره على لا فيديو هادي وعلى الكلام الطيب هذا اللي كلموا عليا ولكن هذا الانسان انا باش يوسف في حياته انا شفتو كيفاش تعامل مع والديه باسكو كان لي شرف لعبت معاه في اولمبي شلف الموسم اللي لعبته غادرنا الاثنين يعني هو غادر نحو البرتغال وانا غادرت الاتحاد العاصمه انسان اللي فريمون تخلي في والديه فوق الحق دونك سي بور سا لي ريسا نتمنى له ان شاء الله كل خير ويستاهل كل خير ولا بروف شوفوا نراهو مازال هو يمشي بحاجه اللي فيه نو مازال ما تبدلش هذه هي عقليته كما كان انا كما راه هنا وربي ما يغلطش كيما مثل الناس هكذا ان شاء الله نتمنى له ان شاء الله يريسي اكثر من هكذا سي ان بليزير. سالك سؤال في الوسط قال لك احكي لهم على واحد لافير صارت في المغرب واش صرا في السطاج هذاك في المغرب ما نكذبش عليك كان عندنا جروب ما نكذبش عليك لا بروف حنا غير ما دارش معنا كنا غير مع بن شويه هذا في نورمال تسمى هو وقت تسمى ملي في سطاج غير الضحك مع الزاوي سمير مع القصرايتو دونك فوتنا سطاج كي تشوف سطاج هذاك تقول هذه ليكيب شغل على باليش انا فريمون طالقينها ما كانش كاع دونك تالمون كانت لومبيونس هذيك والدنيا فوتنا دي مومون ما نكذبش عليك فريمون غير الضحك والقصره وبروف كي جينا بريمي ماتش خسرنا بكات اه مع بجايه دونك الناس قال لك هذه ليكيب رايحه لتحت تعرفني زادوا شافونا احلى جوار كاع بالاسماء يقول لك هذوما كاع راهم في الهبطه دونك مي فوتنا دي مومون ما يتنساوش قلت لك سيرتو معاه هو باسكو كان بروش ليا و سي ان بليزير ديجا واحد كيلعب معاك وتشوفه هكا يريوسي من كل خطره هكذا سي ديجا حاجه مليحه سي ديجا زياده فيك فوالا نتمناو له ان شاء الله يزيد يبروغريسي اكثر من هكذا ان شاء الله. هذاك الوقت كان مزيان غير دخل لوبيتال نظن باش بقى معاكم مور لوبيتال لا كان عنده بروبليم تاع كان عنده بروبليم باش يسافر كان عنده بروبليم تاع باسبور صح دونك لا مور الماتش تاع 4-1 دخل لوبيتال نظن كان مريض رحت زرته في لوبيتال ايه كان مريض واقع شكروا انا ما لعبتش باسكو كانت عندي لونغاسيون في بجايه ما لعبتش حتى الدوزيام ماتش باش بديت معاهم شوف انا شفت حوايج اكثر منك انا شويه ميموار شويه عمر ما نكذبش عليك عندي شويه ميموار شويه ناقصه شويه كان مع لابوات نوار ما تخممش فوالا جبدوا لك كاس الميموار شويه ما نكذبش عليك حاب يقول لك باللي راك تقول له باللي راني نجي لساكريب نجي لساكريب انت تحب تسافر وتحوس وجاب لي ربي درت بزاف مناطق خاصه في اوروبا خاصه في اسيا انا نشوفوا بعض الصور هذه وين هذه في ماليزيا هذه العام اللي فات دي فلا ماليزي ما نكذبش عليك عميرة رحت تو العائله ولا هذه رحت مع العائله انا راك فوق ليليفون هنا ولا ليليفون هذا ما تخافش يا صاحبي كنت مع ليليفون مع الاولاد والدنيا دونك ما نكذبش عليك عميرة انا الحاجه اللي من بكري نتمناها انا نتمنى لي فواياج نحب لي فواياج بون بكري ما كاش لي مويا ما تقدرش بار كونتر دوكا الحمد لله راني نبروفيتي ما نكذبش عليك طيب. ونخرج بزاف واشاك فوا نبرومي له باللي نروح عنده واشاك فوا ما رحتش عنده بورتو نفوت عليه جوست اكوتي تما برك مي ان شاء الله هذه الخطره نروح عنده ان شاء الله ان شاء الله هذه وين؟ هذه في لاماليزي فاني ثاني كيف كيف وي شي الحاجه اللي اثيرتك في سوفونير في لاماليزي مليح في لاماليزي كاين حاجه اللي فريمون عندهم ناس طيبين وحده بروبليم في الماكلة كاع حلال أغلبهم مسلمين تم أغلبهم مسلمين وطيبين عميرة وفريمون فريمون كيما يقول لك كي تروح يستحفظوا بك كيما يلزم الحال
وسي دي جون ما يبروفيتيوش، سي دي جون يدي حقهم حقهم عندهم بالان في سوا في الطاكسي ولا في لوتيل ولا في كذا، بالان تاعهم باين يمشيو به كامل. دونك حاجه اللي فريمون، وهذه انا بوكو بليس ما نكذبش عليك ما كانتش في راسي لا ماليزي. الدار اللي كانوا حابين يروحوا لا ماليزي تو بروميت لهم باللي نروحوا لا ماليزي، دونك رحنا مي ما شاء الله. يعني شكون الميور فواياج اللي درتو في حياتك؟ العائله ولا وحدك؟ ما نكذبش عليك، بلاصه الاولى سي بيان بلاصه مقدسه لمكه، ما نكذبش عليك. هنا نشوف فوالا هذه بلاصه ما كاش احسن منها في العالم. ما غلطناش، غير هدرت خرجت فوالا ما كاش احسن منها. وبوك بليس انا كنت فريمون كانت عندي الحلم تاعي نشوف امريكا، جيت لا شونس كيما يقول لك رحت لها تروا فوا، دونك ما شاء الله الحمد لله. روحوا شويه للعائله، لك نشوفوا فيديو شويه تكلميك شويه. انت الحاجه هذه وي كان ولدي كان مرشح شاطر يحب البالو يشتغل خير للناس، ما هوش نتاع حتى حاجه، مربيه مربيه والده الحاج مرحوم الله يرحمه، مربيه بالتربيه باخلاق ان شاء الله طيبه، ودعوه الخير هي اللي لحقت وليدي هذا الوقت. ما فرحوا هذيك فرحه، هذاك عيد عندنا كي يربح هكذاك، وبوي والحاج الله يرحمه ونعودوا فرحانين به، ودعوه الخير اللي يكثر كل حاجه خي، كل حاجه يحبها يشتي خيرته يشتي ويحبنا يشتينا، يحب العائله يحب الجيران يحب الجيران يحب حتى والله حتى اللي برا كي يجي نديرو شويه رفيس ورايف يحبهم بزاف، هذوك يقنع بها وليدي الحمد لله كان يحبها بزاف. هذاك هذاك الطبق المفضل تاعو، هذاك هذاك كي يجي ليا هذاك ماكلت وليدك. نتمنى دعوة الخير ان شاء الله تحفظ وليدي ان شاء الله، ونحفظ ان شاء الله اللي حوس عليها وليدي يحفظه ربي، يحفظ وليداته يحفظ صحته ان شاء الله، ويحفظ اللي يتمناها كاع وليدي ان شاء الله. رانا ندعوها لوليدي ان شاء الله، كما هو كما راه هو مستقبل وراضين علينا كما رانا راضين عليه، فرشو قطول وليدي ان شاء الله يا ربي. يا صح وزيد ختمتها الله يرضي عليك. الحمد لله يا ربي، حاجة هذه ربي يحفظها راك تعرف، ما قري هي شويه مريضه نتمنى لها ربي يشفيها ان شاء الله. يشفيها ان شاء الله. شنو الحمد لله اميره، هذه بلا ما نكذبش عليك هذه ما تقدرش يا نادير، والديك قليل واش دير لهم قليل، محال باش تقدر ما امبوسيبل. بصح تمنيت انا كون كانت العجوز والشيخ قدامها. الله يرحمه جوستومون. هي تاثرت شويه يعني. أثرت بزاف بعد وفاة تاع الشيخ، مي هذه هي الدنيا يعني. مكتوب الله، إن شاء الله ربي يطولنا في عمرها هي، هذا واش مازلنا. أنت حسب المعلومات تاعي أنك كنت قريب بزاف من الأب، وي. كنت تقصي فيه وتاخذ رأيه، كان قريب ليك بالك أكثر من خوتك الآخرين. ما نكذبش عليك ونقول لك حاجة عميرة، بالك بزاف عليا الوالدة، مي هو بالك نحبه أكثر منها. فريمون ما نكذبش عليك. لا فيريتي شغل ما نقدرش نحكي لك، الفيد اللي خلاه لي في قلبي ما راه ربي اللي عالم به. دي فوا يحكيو لك الناس يقول لك الوالدين الوالدين، بصح كي يروحوا لك تحس فرطو. الحمد لله يا ربي تسمى عشنا وشبعنا منه وكذا، اي توجور توجور ديفيسيل. اي الاب كي يروح صعيب شويه شغل الامان، ما نكذبش عليك راح لك الامان، راح لك شويه الامان شويه. اي روح لك ان شاء الله يرحمه ويسالي ربي يرحمه ويجمع الموتى. اخر حاجه اللي قلتها له ولا اخر حاجه قالها لك وصيه ولا حاجه؟ الله والو يا عمي فلاش الموت يقول لي توجور، هو مريض كلمه لي في فمه توجور يقولها لي ملي كنت صغير اني رايح ولا كذا، يقول لي تربح، هذه الكلمه اللي في باله جامي يقلقك ولا يحكي لك ولا نورمال. بورتون انا والديا ماشي هذوك اللي يقرا ولا دنيا تاع بكري، ما نكذبش عليك شغل هكذا مساكن شغل من القلب، كل حاجة من القلب ما كاش بوكريت كاع ما عندهم وش حاجة في قلبه يقولها لك، ما يقراو ما كي يما كي باباك تشوف يا ربي هناك شغل عن موندر دي شوز تحب الناس كذا. واش كان يخدم الشيخ؟ أنا الشيخ تاعي يخدم لابوشري، حياته كاع لابوشري. وشنو نهار اللي راح شفا لها الحج كنت أنا في بارادو، كي راح الحج ولا دي سي دبل ما يزيدش يخدم. الحمد لله يا ربي ما انا فرحت كي نو باسكو روبوزا،
حسيته بلي ريح ارتاح. ابري الحمد لله يا ربي صلاته ودارو يدور مع الحباب وكذا، وشنو جامي فريمون جامي طاح ولا كذا، نعم كبير في السن ولا دنيا وديابيتيكيتو شنو توجور الحمد لله يعني توجور تلقاه برا يستنى، مالي نقولوني جاي نلقاه برا يستناني لازم هو يشوفني الاولاني. انا نقول لك علاقه ما تصورها. وين كنت كي توفى؟ وين كنت تلعب؟ كي توفى حبست تقول ربي حبست وليت يعني فريمون قلت انا علاش انا هكا وليت دي فوا يقول لك عسى وعسى ربي. في هذاك النهار واش حسيت؟ باسكو كاع نفقدوا واحد من الناس فقدت الاب تاعي في هذاك النهار، نحس احساس ممكن بالك مختلف عليك، ماذا بيا تحكي لي الاحساس تاعك في هذاك النهار؟ انا الشيخ ربي يرحمه توفى، انا كنت نلعب في باريكو في اليوم اللي رحت عيطوا لي قالوا لي دخل راه مريض قراف، عرفت بلي توفى دخلت وفوتنا هذاك النهار. تعرف صح بلي الامان راح، الحب اللي كان راح، كل شيء راح. شوف امير انا هو مرض لي دو موا الاخرانيين كي مرض بطاح في الفراش، وليت انا شاك جور نروح نحط البنات نروح نشوفو نعاود نولي ندير لانوفيت شاك جور نشوفو الدنيا نحط البنات نروح نشوفو نعاود نولي عشيه هكذا هكذا. ودرني جور كي طلعت قالوا لي بيان الدنيا رحت شفتو بيان شويه شويه مي توجور توجور الحمد لله. طلعت قلت لهم انا فريمون اني حاس بابا ومليح نطلع كاين شويه شغالات نقضيهم نعاود نولي. لو جو اللي حبيت نجي فيه في الصبح عيط لي خويا كبير قال لي روح، قال لي باباك هو مريض. بابا مريض قلت له انا جاي على باليش انا، عيط للدار مرا قلت لها فوالا، قلت لها راني رايح للبلاد قلت لها ودي فوالا الشيخ راه مريض. المرا طريتو على بالها قالت لي ودي بابا راه توفى. دونك سي ديفيسيل والله ديفيسيل. وقلت لك لا ماني روح الانسان الوحيد نتحداك، ما عندك صحابك ما عندك الناس بروش ليك ما عندك يماك، ما كاش واحد كيما الاب اللي فريمون يخاف عليك وكيما الاب مستحيل. شحال عندهم اللي توفى؟ عنده في لونا في مارس هذا ايناني الفرصه اللي الحاجه مازالت فريمون تعبانه، ما عنده 10 اشهر تقريبا برس ديمون. الله يحموس عليه ويحموني ان شاء الله. انت هذا وشكون؟ هذا وليد خويا مسيا ربي الله يرحمه ويسلم عليه. توفى هو في اداء المهام تاعو. بابا مات خمس شهور ابري الحاج هذا قتلوه في مغنية مات مقتول. ربي يرحمه ويسلم عليه. صغير بين طروازون في عمره ربي يرحمه. اش تقدر تحكي لنا عليه؟ كان قريب ليك؟ هذا هو المخير عند بابا في كل شيء، في التربية في الأخلاق في القراية في كل شيء ما شاء الله. مسكين شغل هذه هي يقول لك موت الخطفة تخطف هذا مات هو في أداء مهام ونظن بلي في أداء مهام راح يكون شهيد عند ربي إن شاء الله. ريمو الفيد اللي خلاه سيرتو عند باباه ربي اللي يعلم به، ربي يكون في عونه ماشي ساهل. راك تشوف فيه ديجا كان قريب ليك علاقتك به قريبه؟ قريب خويا بصح خاوتي صغار قلت لك ما يأذي حتى واحد كون ما تهدرش معاه ما يهدرش معاه. الله يرحمه ويسهل عليه. هاي نخرجوا شويه من الاخر نفرحوك شويه وريك واحد الدراري صغار تشوفهم و... السلام عليكم بابا، حبيت نقول لك حاجه ربي يحفظك ويطول في عمرك حبك بابا حسك بساسه كبيرة تشبه لك بزاف. جسدام جات ليا بزاف الكبيرة كل شيء ما فيزيك موت ولا هايت ما شاء الله غير شوية مشاغبة هذيك شوية. حكينا عليهم في ثلاثة وش والله مش راح نحكي لك، تعرف كي يكون عندك ولادك بالك ما كاش حاجة كبيرة ثانية خرجت لك في الكاركتير في كلش كلش الله في كلش عميرة فريمون في كلش هذوك شوية صغار مي الكبيرة في كلش ان شاء الله ربي يحفظهم والواحد ان شاء الله يربيهم احسن تربيه ان شاء الله ان شاء الله. زيد نشوفوا فيديو تاع صحابك. تعرف تلعب ما تعرفش تقبيح انت عاقل
انا نعرف عليك باللي انت لي زوم وفيك الخير وربي يعطيك على حساب قلبك. وبلغ الاسلام العمور وناسم تندر. خويا مولود انا توحشنا، ربي يبارك فيك خويا وموت عليك. هاي روح هذه هي الهضره. انا متوحشك فوق وني متوحش الهملات معك علي ونونو. على كل حال مي علي بوكو بليس هضر عليك، واش تقد تدخلنا على علي ونونو اكثر؟ والله فريمون بالك خاوتي اللي ما جبتهمش يما هذوك عمير خاوتي بات معنا الكلمة. سيرتو علي ونونو شغل تربيت معاهم، سيرتو با علي كبير تما بارابور علي تربيت معاه، ونونو اوسي فريمون سي دي جون توجور توجور كانوا مورايا وين لعبت كوم. كاين دي زوطر فاني صحابي بلا ما ننساهم ان شاء الله، كاين اللي خالد بلاباط، كاين مصطفى ندير، كاين عبد اللطيف جايد، سي يا دو حبابي خويا الكبير فان، دو حبابي اللي كانوا يتبعوني برسك وين كنت نلعب، كانوا سوفون يجوا يشوفوا لي ماتش ديالي سواء برا ولا داخل باش ما ننساهمش هادو ما فاني نحييهم. والحمد لله ستان بليزير كي تلقى حباب هكذا فريمون مع الوقت اللي رانا فيه قليل وين كاين حباب كيما هكذا. ربي ان شاء الله يوفقهم هما فان في حياتهم، وان شاء الله ربي يخلي المحبه توجور دائما ان شاء الله. نشكروهم على كل حال، خاصه نونو هو اللي قام لنا بال، جابنا لي فيديو، هو اللي دار لك الحوار مع العجوز. جوست دو مون اوردينك تعرف عنده هذه تاع يحب ينشط شويه الدنيا، على بالي بلي يحصلها. نقول له مرسي بوكو، ان شاء الله ربي هو فاني يعطيها على حسب قلبه ان شاء الله. ساعدنا بزاف نسلموا عليه من المباراه هذا. كان واحد لونسيان بريزيدون حاب يبلغ لك واحد الرساله صغيره. جديات ستاجوار جبتو في 2011، جا سينيالي الكونترا في الليل بتخبيا، دونك فوالا سيتي جوار كي ادوني بوكو بور لو اسما. الا جوي علاش بتخبيا؟ ايه باش ما يشوفوش الاخرين، تعرف لي كوليس لا كونكورونس اي تو. دونك اون سيني لو كونترا ديبي 2011 2000، الا جوي لا سيزون 2011 2012 2012 2013 2013 2014. C'est un bon joueur qui a fait un bon passage à l'USMA. On a gagné, je pense, 3 titres. Il a beaucoup collaboré dans la réussite de l'équipe. Il nous a aidés, surtout la période, c'était une période très difficile. Je le salue. D'ailleurs, il y a quelques jours, je suis allé à l'Khair. Comme moi, je parle toujours à l'Khair. كنا نحكي وهكذا، قلت له والله جديات صافي لونتون جي دي با فيو، دونك سقسيت وراه يلعب كامل، قالوا لي ماهوش يلعب، دونك إلا ريتي سا كارير، نتمنى له لا ريوسيت دون لوتر في، يعني كان في لا اسمو في لا في فوتباليستيك، كان اون تونك جوار، مانون جو سي با واش راه يدير، و جو لو سالو، إن شاء الله وليدي يخرج جوار خير منه. برسك هو كان مخصوص شوية وليدو يكون خير منه، ونتمنى له اون لونغ في. لود علاقتك به واحد؟ والله ما يخفى عليك شاميرا، الحمد لله يا ربي العلاقة تاعي، دونك الحمد لله يا ربي، دونك هذه الحاجة ايسونسيال في الفوتبول، فاهم؟ كي تخرج وتخلي بلاصتك نظيفة وكل شيء، سي الحمد لله سي ان بليزير، سي دي بريزيدون كيما هكذا يشهدوا فيك شهادة تاع خير الواحد يعتز بها. الحمد لله. ونصاليوه انا ثاني من هذا المنبر. هو فاني نتمنى له ان شاء الله التوفيق في الفريق تاعو ولا في اموره اللي يعني الشخصيه. وشوي تري كونتون كيما يقول لك عميره، هذه الحاجه اللي الواحد يديها. الحمد لله يا ربي. واش علاقته على كل حال ولا الفرق بين ربوح وزتشي كوم دو بريزيدون؟ واش نقول لك الفرق؟ الفرق سبو بالك القرب بينك وبين و اوزتشي، باسكو قلت لك انا سي تان فرار بور مو مام ربوح يعني، وفاني الاخ تاعو علي فاني اللي نحييه بالمناسبه، علي انسان فريمون يعني كان معايا طري كوريكت هو تان، نحييهم فيه الزوج بالمناسبه هذه. مي بالك لا ديفيرونس اللي كانت يعني اللي فرار زاتشي كنا اور الفوتبول، كنت يعني كنت نتلاقى نتعامل معاه وكذا، هذا ما كان لا ديفيرونس بالك. مي مام هادو ناس يعني طيبين، يعني احنا انسان يشهد شهاده لي على نفسه اللي تعاملت معاهم،
سي دي جون تاع خير والحمد لله يا ربي ما شفت منهم غير الخير انا. ان شاء الله راح يطرحوا لك في زوج كي زتشي كي يحربوح سؤالين تمنى تجاوب عليهم بكل صراحه. السؤال اللي حاب نطرحه على العمولي جديات وهو يعني اسكو راح يعني سهل الامور لولاده باش يمارسوا كره القدم في المستقبل ان شاء الله. اسكو زعما العموري اليوم تفكر باش تولي اونترينور دان كلوب كي جو بريمير ديفيزيون ولا كي جو تفضل ضرب نبدا خفيف نبدا بالاول الاول دونك الحمد لله يا ربي سي البنات سي ما عندي البنات دونك امبوسيبل دونك تهنينا من السؤال هذا. دوزيام هذا شوي با بور لو مومون انا حكيت لك من قبل شوي با بور لو مومون ماهيش في مخي هذه ماهيش في راسي دونك نقولوا نو صح. نرجعوا للفريق الوطني. الفريق الوطني انا كمتتبع ولا كما نعرفك نظن بلي كنت قادر دير احسن في الفريق الوطني لو كان طوك دي شونس اكبر. على كل حال واش رايك واش كنت تشوف اول الفريق الوطني الحضور تاعك كي كنت معاهم ولا كي خرجت ابري شويه اسكو كنت قادر تكمل فيها؟ نو عميره ما نكذبش عليك لا فيريتي الواحد يهضرها دونك مالغري نحيو الشيخ سعدان وين كان تما عطانا الفرصه يعني باش كنا ولكن ما كانتش كافيه ليا باسكو المومو هذاك كانت عندي يعني مكانه كنت نقدر نلعب بشهاده الجامعة حتى لاعبين اللي كانوا يعني سواء عنتر يحيى ولا بوقرا ولا الناس يشهدوا بلي كانت عندي مكانه باش نكون في الفريق. بون ما كانتش عندي يعني فرصه كبيره باش يعني الواحد يفجر الامكانيه تاعو يكون عندك شويه الروغري هذاك حقرونا انا وياك جوستومون شويه الروغري هذاك بالك بالك كيما بالك كيما انت ولا اكثر بالك انت راك اكثر عليا وانما توجور الحمد لله احنا نامنوا بالمكتوب نامنوا كل حاجه بالمكتوب دونك نقولوا الحمد لله فيها بركه الشيء اللي كملنا اللي فوتنا تما دونك هذه هي. ميلود ممكن تكلمنا في الايامات اللي فاتوا على لاعبين لعبوا معنا ولا لعبوا قبلنا راهم يعيشوا وضعيه شويه سيئه واش تقدر تقول لهم ولا واش تقدر تحكي لنا على الموضوع هذا خاصه انا والله راه شاغلني بزاف واش تقدر تقول لنا عليه؟ أو ما نكذبش عليك عميره دونك شكون الخطا فيهم الخطا من لاكارير تاعهم خطا في التصرفات تاعهم كي كانوا يلعبوا؟ نو انا اللوم بون الحاجه الاولى الانسان هو الحاجه الاولى في ذاته هو اللي يتحمل مسؤوليته باسكو العواقب تاعك بعد كي تكمل كره القدم تسمى واش خدمت واش درت واش عملت ودوزيامون لونتوراج تاعك باسكو لونتوراج تاعك فريمون لما يوريونتيكش الحاجه مليحه ويزقى عليك في امور كي تكون غلط فيهم الدنيا دونك هذا ماهوش اونتوراج بور مو دونك وهادو لو كا هذا كاين بزاف عميره دونك كاين بزاف دي جوار راهم يسوفريو من الكوتي هذا نورمالمون الواحد لو ريسك دو ميتي لي زانسولت هادو في التيرا وتشوف لا بريسيون اللي كاين والدنيا نورمالمون دراهم مع عزاز الانسان يعرف وين يجيري دراهم وين يقدر ما يخفلكش معناها شنو نقولوا للناس اللي تسمى اللي تجيبو خبيه صح معيشه هذه الواحد يعيش خطره الواحد يعيش ياكل يلبس يحوس مي كاين كيما يقول لك كاين صوم اللي الواحد يخليه عقوبه كيما يعني. اي جو بونس شوي دونك شكون اللي تسمى الانسان اللي مضرور هو جوار كي تكون عايش كيما يقول لك اون في من بعد تخرج تلقى روحك لا في هذيك ما تقدرش تعيشها حتى في المنام ما تزيدش تولي ليها دونك الا ما درتش كارير وما درتش افوني دونك ما نتمناها حتى الواحد. انا شخصيا الناس اللي لعبوا معايا سي دي جون اللي فاتوا معايا جو بونس قايتك يعني فريمون عطيتهم عقليه باش فريمون دراهم كيفاش يتعاملوا معاهم صح دونك الحمد لله يا ربي بالك حنا ما لقيناش اللي اوريونتينا قبل ما لقيناش اللي اوريونتينا يجي واحد ينصحك واش دير بدراهمك كيتو الحمد لله الواحد اللي يقدر يدير حاجه تاع خير لو كان بكلمه اورينتي دي جون صغار هادو سيرتو الوقت اللي رانا فيه وما نتمناو حتى واحد يكون في البلاد يعني نتمناو للناس كامل يديروا التاويل ان شاء الله ربي يفتح عليهم ان شاء الله يا رب. نروحوا برك نرجعوا لسور الغزلان انا نعرفها مدينه تخرج لاعبين بزاف بصح من عندك انت ملي خرجت انت دوكا حبست الكارير تاعك ما كانش لاعبين راهم يخرجوا من سور الغزلان واش الحاجه اللي ما تخليش لاعبين من سور الغزلان اللي هي مدينه تخرج لاعبين بزاف ما يقدروش يلعبوا في القسم الوطني الاول ولا حتى الثاني؟ نفهمك علاش دوك انا ديجا كانت عندي ليكيب اللي كنت تربيت معاهم بالمناسبه هذه نحيي لي زونترينور تاعي اللي ربونا كاين عمار مدني وكاين الشيخ احمد ربي يرحمه هذو لي زونترينور اللي ربونا فريمون هما اللي ربونا اين ايكيب طلعوا معنا ملي كنا صار ليكول دو فوتبول حتى الكادر كانوا معايا دي جوار
دونك نسيت الا كان اكزومبل برك كان معنا نيميرو 10 جدي وليد هذا انا كنت نلعب لي غوش تالمو لي فور فور بزاف عميرا سيت ان اكسيلون جوال ودرك راهو فريمون راه ميتسا في لوبيتال زميرلي ميتسا تاع القلب نحيوه بالمناسبه سيت ان اكسيلون جوال و برسك لي جوال اللي كانوا معايا كامل سي دي جوار فريمون كومبلي ماشي زعما يلعبوا مليح فوتبول اليوم الى هذا مانيش كيفاش ماريوسا فيهم حتى واحد انا نعرف لي زونسيا حطها بسردينه وهذوك لا جينيراسيون بالك قبلنا نحكي لك جينيراسيون تاعي دونك سي بيزار و ابري من بعد جو بونس بلي في المدينه تاعي تخلاو على التكوين خلاو على التكوين ولا ما في الديفيزيون ديك ولا يجيبوا دي جوار من برا ايتو وكم صور كانت يعني مدرسه تاع مدربين باينين اللي كونوا لاعبين كي تخلاو على التكوين نظن باللي على كل حال نتمنوا لسول غزلان كل خير ان شاء الله واش تقدر تقول لنا كلمه اخيره في الحوار الشيق هذا دونك شنو نقول لك عمار بون سي ان بليزير اولا اللي راني متواجد معك هنا بليزير بارتاجي ليميسيون هذه والله ما شاء الله يعني فريمون حاجه عجبتك الحاجه اللي ما عجبتكش والله مش نقول لك عميره في كل شيء او ترجعتونا اللور شفنا دي جوار كانوا معنا شفنا دي جوار محترفين يهضروا معنا شفنا دي بريزيدون تاع لا فيديراسيون شفنا الام تاعنا الاولاد تاعنا دونك كانت ميلونج من كل شيء و جو بونس القصره معاك كانت خفيفه ظريفه انت ثاني فاني نتمنى لك ان شاء الله ليميسيون هذه ان شاء الله يا ربي تبروغريسي فيها على حسب نيتك وعلى حسب قلبك ان شاء الله تبروغريسي لو ماكسيموم ان شاء الله امام القناه الجزائريه ان شاء الله والناس اللي يحبونا والناس اللي فريمون فوتنا معاهم دي مومون ان شاء الله انا نصليهم لنا والناس اللي ضمنا النوادي اللي لعبت فيهم فوالا نوادي كامل نحييهم سواء في بلعباس في بارادو في سطيف في سي ار بي في لوسما شلف سول غزلان يتسمى الفريق اللي تربيت فيه بيان سير ونحيي ناس كامل والناس اللي بالك غلطنا معاهم في لاكاريير تاعنا ندوموندي منهم السماح هذه دنيا توسكي كيما يقول لك تبقى في الفوتبول برك مي اوتر شوز برا ولا الحمد لله يا ربي جي اوكان بروبليم حتى واحد وربي يوفقنا اللي فيه الخير ان شاء الله ان شاء الله نشكرك على قبولك الدعوه وكملوها ب افيك بليزير ان سيلفي معاك افيك بليزير عميره معاك توجور ستان بليزير نقول لك كل خير ان شاء الله الله يخليك عمير اي راح